احتجاجات في البصرة ومطالبات بمحاكمة فرق الموت ومنفذي الجرائم بحق الناشطين والإعلاميين. أوكرانيا ترفض عرضاً إيرانياً بتعويض أسر ضحايا الطائرة المنكوبة وتطالب بمحاكمة المسؤولين. المحادثات الليبية في المغرب تقترب من نهايتها دون لقاء مباشر بين عقيلة صالح وخالد المشري. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية. البداية فيها من العراق وتحديدا البصرة، حيث تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة البحرية مطالبين بمحاكمة فرق الموت ومنفذي الجرائم بحق الإعلاميين والناشطين. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا حذرت فيه من التهديد المتفاقم الذي يواجه الولايات المتحدة بسبب عملاء إيران في العراق. وبحسب الصحيفة فإن التهديد يتزايد مع استخدام الميليشيات التابعة لإيران في العراق لأسلحة أكثر تطورا بما فيها طائرات مسيرة مسلحة، والتي استطاعت ضرب أهداف أمريكية مهمة وتمكنت من الإفلات من الدفاعات الأمريكية. وكان الجنرال كينت ماكنزي قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي حذر الشهر الفائت من التهديد الذي تطرحه هذه الطائرات المسيرة المتطورة، مضيفا بأن الجيش الأمريكي يسارع لإيجاد طرق لمواجهتها. تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وأجرى الطرفان مباحثات تناولا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك بين بغداد وباريس. وأكد الكاظمي على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية. جانبه جدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعمه للحكومة العراقية، كما أثنى الرئيس ماكرون على دور العراق الإقليمي في تقريب وجهات النظر. هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، وأنه من غير المعقول أن يفكر بانتخابات نزيهة وعادلة وأن يكون طرفا بالمنافسة السياسية فيها بحسب قوله. حديث الكاظمي جاء خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الإيرانيين، مؤكدا أنه اختار أن يكون طرفا محايدا لدعم الانتخابات فقط ويقف على مسافة واحدة من الجميع، قائلا إن هناك جهات تتهمه بأشياء باطلة. شيع في المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا لواء في قوات النظام نزار عباس الفهود، الذي لقي مصرعه مع المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زادة، المعروف بأنه كان مستشارا لقاسم سليماني. من جهتها أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بوقوع هجوم واسع شنه تنظيم داعش الخميس على رتل تابع لميليشيات إيرانية في السخنة شرق حمص بين تدمر ودير الزور، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصرا بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني. صرح مسؤول في الخارجية الأوكرانية بأن بلاده ترفض عرضا إيرانيا دفع مبلغ 150 ألف دولار لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عام بصاروخ. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يتعين على إيران أولا توضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ومحاكمة المرتكبين
ثم دفع تعويضات. وجه رئيس البرلمان الإيراني السابق والمرشح المستبعد من الانتخابات علي لاريجاني رسالة شكر إلى المرشد علي خامنئي بعد إعلانه أن بعض المترشحين للانتخابات تعرضوا للظلم. رسالة شكر لاريجاني تأتي بعد إعلان الأخير نهاية الشهر الماضي تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، وبعد ساعات من انتقادات خامنئي لقرارات خاطئة لمجلس الدستور تخص أهلية بعض المرشحين. أيام على اختيار الرئيس الإيراني الجديد، غير أن حمى التنافس بين المرشحين تصطدم بارتفاع وتيرة الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات. مؤشرات التقطها المرشد علي خامنئي ليخرج داعيا إلى المشاركة بالقول إن التصويت واجب شرعي. خامنئي تناول قضية استبعاد مرشحين واعتبر أن بعضهم تعرضوا للظلم في إشارة قرئت على أنها نية لتراجع النظام عن إقصاء بعض الشخصيات والذهاب ربما لاسترضاء الشارع الرافض لانتخابات مضمونة نتائجها سلفا. در جريان عدم إهراز صلاحيات به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد. اللافت في تصريحات خامنئي الأخيرة أنها أكثر ليونة من خطاب سابق حسم فيه الجدل لصالح قرار مجلس صيانة الدستور آنذاك. تطورات تأتي بعد أيام من الانتقادات المتلاحقة للمجلس والتي جاءت حتى من أبرز رموز النظام، فحسن الخميني حفيد مؤسس النظام وجه انتقادات لاذعة لمسار العملية الانتخابية، كما حذر من تولي حكومة غير مشروعة الحكم في البلاد. صادق لاريجاني شقيق علي لاريجاني المرشح المستبعد لم يتوانى عن انتقاد قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد مرشحين بينهم شقيقه. لاريجاني رئيس السلطة القضائية السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي قال إن أجهزة الاستخبارات تلعب دورا في قرارات مجلس صيانة الدستور. محمود أحمد نجاد المرشح المستبعد هو الآخر دعا إلى مقاطعة الانتخابات، دعوات تبرز وسط مؤشرات على عزوف كبير في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي قد يظهر النظام فاقدا للشرعية وهو أكثر ما يقلقه. دخلت الجمعة معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري للمساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر في وقت سابق تخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في عمليات إعادة إعمار غزة من خلال الشركات المصرية. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني. أضاف بلينكين في تغريدة له على تويتر أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة. كما شدد بلينكين على التزام الرئيس الأمريكي بمكافحة معاداة السامية وسط ارتفاع مقلق في الحوادث بهذا الشأن.
أعلن رئيس الكنيسة الإسرائيلي يريف ليفن أن الكنيسة سيبدأ النظر في المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالي بنت يوم الاثنين المقبل ليتم التصويت عليها في 14 من يونيو على الأرجح. وقال رئيس الكنيسة في بيان له إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيسة وسيحدد موعدا للمناقشات وللتصويت عليها وفقا للقانون. وبحسب القوانين الإسرائيلية يتعين إجراء تصويت المصادقة على حكومة جديدة في غضون 7 أيام من تقديمها للكنيسة. تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن حكومة التغيير ستحصل على العدد الضروري من الأصوات على الأرجح. أكد عضو الكنيسة الإسرائيلي سامي أبو شحادة في تصريحات خاصة للعربية أن مشاركة الإخوان بحكومة إسرائيلية تجاوز للخطوط الحمر، متهما منصور عباس بإعطاء شرعية لما سماه اليمين الفاشي في إسرائيل. ما تم فعله حتى الآن هو خطير بحد ذاته، حتى لو لم يكن هناك تشكيل لحكومة، لأنه ما يفعله الآن منصور عباس هو أنه يعطي شرعية لليمين الفاشي ولليمين الاستيطاني بالاستمرار بفكرهم وعنصريتهم تجاه كافة أبناء الشعب العربي الفلسطيني. يعني ما يجري الآن بدل من أن يمثل شعبنا وقضايانا أمام الحكومة العنصرية في إسرائيل، أصبح منصور عباس يمثل الحكومة أمام شعبنا. تناقض أظهرته جماعات الإخوان داخل الخط الأخضر بعد مشاركة ذراعها المعروفة باسم الحركة الإسلامية الجنوبية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل. فبعض الإخوان كانوا يرفضون أصلاً وجود إسرائيل وقبلوا بها بعد حين، ثم رفضوا المشاركة في برلمانها ولاحقاً دخلوا فيه، ثم الآن وفي مفارقة تاريخية كما قال نواب عرب معارضون للخطوة، يفعل الإخوان ذلك من خلال القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس. جماعات الإخوان في العالم بما فيها حماس في غزة لزمت الصمت وأعرضت عن التعليق رغم مواقفها الرافضة حتى الآن لوجود إسرائيل. القيادي منصور عباس من جانبه يفتخر كثيرا بكونه مواطنا إسرائيليا. اسمي منصور عباس من الحركة الإسلامية، عربي مسلم وفخور بأنني مواطن في دولة إسرائيل وأترأس الحزب السياسي الأكبر في المجتمع العربي. جزء من المواطنين الإسرائيليين العرب يرون مبرراً لخطوة منصور عباس. الحكومة شوي خذلتنا إحنا، فإسا هون الدكتور منصور كان هو يعني تقريباً هو بيت القبان إنه هو بده يشكل حكومة، بده يشكل حكومة، لو إنه بيرح بده الشيء ما تشكلتش حكومة، وهذا داعم لإلنا للشعب اليهودي والعربي أخرى، وريحنا من انتخابات خامسة. لكن للنائب في الكنيسة الإسرائيلي سامي أبو شحادة رأي آخر. ما يفعله الآن منصور عباس هو أنه يعطي شرعية لليمين الفاشي ولليمين الاستيطاني بالاستمرار بفكرهم وعنصريتهم تجاه كافة أبناء الشعب العربي الفلسطيني. على الصعيد الإسرائيلي نجحت خطوة منصور عباس حتى الآن في تغيير موقف بديل نتنياهو اليميني نفتالي بنت، حيث أعلن صداقته لمنصور واصفا إياه بالسياسي الشجاع بعدما كان قد وصفه من قبل بالإرهابي. منصور عباس وفصيل تنظيم الإخوان الذي يقوده يرون أن مشاركة الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية ستجلب لهم مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وهذا ما تجده أغلب المنظمات السياسية في إسرائيل ضرباً من الخيال وعدم الواقعية. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل أيضاً. الولايات المتحدة تصاعد لهجتها تجاه الميليشيات الحوثية وتتهمها بالتسبب في الصراع الجاري حالياً. حياكم الله من جديد. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الضابط في فيلق القدس حسن إيرلو يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيا الحوثي للاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء المراكز الصيفية.
أوضح أن ميليشيا الحوثي تقوم بإشراف إيراني باستدراج الأطفال لمعسكرات تدريب، ودعا الإيراني المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لإدراك حقيقة مشروعها الذي يستهدف اليمن. عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر الجمعة اجتماعا مع ممثلي الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجانب استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه. قام وفد الحكومة الشرعية اليوم بالالتقاء مع الأشقاء في المملكة السعودية رعاة تنفيذ اتفاق الرياض. كان لقاء ودي وإيجابي وصريح تماما، ناقشنا فيه سبل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، توفير البيئة المناسبة لعودة الحكومة، وأكدنا بشكل كبير جدا على ضرورة إيقاف كافة أشكال التصعيد التي تحدث وعدم اتخاذ أي خطوات وإلغائها. تكلمنا عن ما هي الخطوات اللازمة والواجبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لا سيما في شقه الأمني والعسكري. نعتقد بشكل جازم أنه المشتركات التي المتوافرة هي كثيرة جدا، ونعتقد أنه يجب على كل مكونات الشرعية اليمنية المناهضة للمشروع الحوثي أن توحد جهودها. أبناء شعبنا والمواطنين في كافة المحافظات المحررة ينتظرون بشكل كبير رؤية حكومتهم وحكومة الكفاءات السياسية تعمل من عاصمتهم المؤقتة عدن. أفاد مراسل العربية بأن زيارة عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي الرسمية إلى المغرب تقترب من نهايتها دون لقاء أو مفاوضات مباشرة مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية. وساد الترقب حيال نجاح الجهود التي يبذلها المغرب لتقريب وجهات النظر بين عقيل صالح وخالد المشري حول ملف المناصب السيادية وكيفية حسم الخلاف عليها. هذا ونفت مصادر مقربة من عقيل صالح للعربية أن يكون قد أعلن في المغرب عن تشكيل لجنة جديدة تابعة للأمم المتحدة لحسم ملف المناصب السيادية. محادثات عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي طيلة يومين مع المسؤولين المغاربة عنوانها الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، وهذه أبرز رسائل رئيس مجلس النواب الليبي إلى المجتمع الدولي حول ليبيا. الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم ولم ينفذ هذا الاتفاق. نحن نلتزم بما يخرج عن المؤتمرات الدولية، بما يحفظ سيادة ليبيا واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها. مطالبنا الآن تتماشى وتتفق مع ما يسعى إلى المجتمع الدولي، خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإقامة الانتخابات. في لقاءات المسؤولين المغاربة مع طرفي الأزمة السياسية الليبية تأكيد على استعمال لغة الحقيقة مع دفاع عن الوحدة الترابية الليبية. رغبتنا المشتركة إعادة بناء ليبيا الجديدة على أساس القانون مع احترام حقوق الشعب الليبي، توفير الإطار المناسب على أساس الحوار المسؤول، الحوار البناء لتقريب وجهات النظر في كل القضايا. من الرباط، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن الليبيين سيختارون من سيحكمهم عبر الانتخاب السري المباشر بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. يواصل المغرب وفق مراقبين استقبال الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق أو توافق حول المناصب السيادية قبل الانتخابات الليبية. عادل الزبيري، العربية، الرباط. أعلن البنك الدولي تعليق عملياته المالية في مالي بعد الانقلاب الثاني في أقل من عام، حسب ما أعلن متحدث باسم المؤسسة الدولية في باماكو. قال المتحدث إن البنك الدولي أوقف مؤقتا المدفوعات لعملياته في مالي، حيث يقوم بمراقبة وتقييم الوضع عن كثب. وأشار إلى أن قرار البنك الدولي تماشى مع سياساته التي تطبق في مواقف مماثلة. هذا وسبق أن أوقف الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عملياتهما في مالي. ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار فيسبوك تعليق حسابه لعامين، واعتبره إهانة ل 75
مليون ناخب. تنديدات ترامب جاءت بعد تعليق شركة فيسبوك حساب ترامب على منصتها لمدة عامين، قائلة إنه لن يستطيع استخدام الحساب إلا مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام. وأشارت الشركة إلى أن الشخصية السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصا في حال التضليل الإعلامي. أعلنت حكومة نيجيريا أنها علقت إلى أجل غير مسمى موقع تويتر حسب ما أعلنت وزارة الإعلام والثقافة. وقال بيان موقع نيابة عن وزير الإعلام والثقافة إن الحكومة الفيدرالية أوقفت إلى أجل غير مسمى عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية تويتر. اتهم البيان موقع الشبكة بالسماح باستخدام منصتها للأنشطة التي من شأنها أن تقوض وجود الشركات في نيجيريا. يأتي التعليق بعد أيام فقط من حذف تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري عبر تويتر بعد أن اعتبرها السكان المحليون على نطاق واسع مسيئة. أعلنت باريس أمس عن استراتيجية إعادة فتح حدودها أمام السياح وفق تصنيفات ثلاثة وإجراءات أقل تشددا، تتضمن قائمة دول خضراء وبرتقالية وحمراء. وسيسمح للمحصنين القادمين من الدول الخضراء والبرتقالية بالدخول دون حجر صحي، لكن شريطة فحص PCR. وسيعفى من الفحص الأوروبيون الملقحون بجرعتين عدا القادمين من بريطانيا، على أن يتم تطبيق ذلك بحلول 9 من الشهر الحالي. المفوضية الأوروبية بدورها انتقدت القرار مطالبة بدراسته قبل التعجل بتنفيذه. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المفوضية الأوروبية عن بدء تعميم شهادة التطعيم الرقمية اعتبارا من يوليو. تركزت مباحثات الرئيس التونسي قيس سعيد مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول أزمة كوفيد والآلية الدولية كوفاكس لتزويد الدول النامية باللقاح. وقالت المتحدثة الرسمية الأوروبية للعربية إن الاتحاد قدم مساعدات إلى تونس بقيمة 300 مليون يورو في 2020 للمساعدة على احتواء الأزمة الصحية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. تونس شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يدعمها بصفة ملموسة على الصعيدين السياسي والمالي منذ عام 2011 من أجل دعم مسار الانتقال الديمقراطي، وكذلك خلال أزمة كوفيد-19. تونس تحرز تقدماً في مسار تعزيز الديمقراطية من خلال تنظيم الانتخابات والتشريعات التي تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد تركزت نقاشات القمة حول دعم الشباب وقطاع التعليم والثقافة ودعم الاقتصاد، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. سمحت كل من الإمارات والبحرين بتلقي جرعة داعمة من لقاح فايزر لمتلقي جرعتين من لقاح سينوفارم الصيني. الجرعة الثالثة لا تعد إجبارية، وإنما هي متاحة للأشخاص الذين سجلوا مقياس مناعة منخفض بعد اللقاح الصيني، ولا يوصى بها إلا بعد مرور 6 أشهر من آخر جرعة بحسب الدراسات الطبية، بالإضافة إلى أنه يوصى بها لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً أو من يعانون من البدانة والأمراض المزمنة. هذا وقد أثنت البلدان على فعالية لقاح سينوفارم ومساهمته بالحد من انتشار فيروس كورونا، عدا عن توسعهما بحملة التلقيح بين المواطنين والسكان لكلا البلدين. في الختام تذكروا بأبرز العناوين: احتجاجات في البصرة ومطالبات بمحاكمة فرق الموت ومنفذي الجرائم بحق الناشطين والإعلاميين. أوكرانيا ترفض عرضا إيرانيا بتعويض أسر ضحايا الطائرة المنكوبة وتطالب بمحاكمة المسؤولين.
المحادثات الليبية في المغرب تقترب من نهايتها دون لقاء مباشر بين عقيل صالح وخالد المشري. شكرا لكرم وطيب المتابعة، وألقاكم بعد قليل في رعاية الله.